مرحبا، يعطيكم العافية. أنا رند. اليوم بهذا الفيديو بدي أحكي لكم كيف تبدوا تقرأوا سنة 2022. بعرف أنه مع بداية السنة كتير ناس بكون هدفهم أنهم بلشوا يقرأوا، دخلوا قراءة كعادة جديدة بحياتهم، أو أنهم يصيروا يقرأوا أكثر. فاللي ضايع ومش عارف حاله من وين يبلش موضوع القراءة، لكم هذا الفيديو رح أحكي لكم فيه عن كم النصيحة رح تساعدكم أنكم تبلشوا تقرأوا أو تصيروا تقرأوا أكثر. فإذا حابين تعرفوا أكثر كملوا هذا الفيديو للآخر. مهم كتير بالمايندسيت تبعك لما بدك تبدأ تقرأ، أنك ما تفكر أنه أنا بديت أقرأ أو أنا إنسان بقرأ تقريبا بشكل مستمر يعني معناها أنا مثقف. إلغوا هاي الفكرة، أحكي لكم ليش. لأنه معظم الناس، لأنه هاي زمننا مش كتير، مع أنه أنا كتير مبسوطة من كمية الناس اللي بتقرأ، بس لأنه الفكرة أنه مش كتير ناس بتقرأ أو مش كل الناس بتقرأ، فصار فكرة أنه الشخص اللي بقرأ هذا إنسان مثقف وبيعرف بكل إشي لا لا، فكرة مش صح. فصار أي حدا بده يبلش أنه يقرأ بصير بيحس حاله أنه ما هو أنا يا بصير هذا الإنسان المثقف اللي بتذكر كل إشي وكلامه صح وكلامه موزون وبدي أتذكر كل شيء قرأته وبدي أعرف عن كل المواضيع وأقرأ بكل المجالات، يا إما لا. لما بدك تخلي هاي الفكرة ببالك عمرك ما رح تقرأ، لأنه حتحملك مسؤولية كتير كبيرة. طب إنه ليش أنا عشان أمسك كتاب وأقرأ وأنبسط لازم أكون مثقف وأقرأ بكل إشي؟ ما هو صعب، في مجالات كتير أنا مش مهتمة فيها، في مجالات كتير صعبة علي، في مجالات أنا يعني نو. لا، ما تخلي عندك هاي الفكرة. ولكن إنك أنت تقرأ هو مجرد فكرة إنه أنا في دايما كتب بحياتي وإني أنا بقرأ بالأشياء اللي أنا مهتمة فيها، بس فقط. ففكرة إني أنا المثقف اللي بيعرف كل إشي وبتذكر كل إشي، هاي شيلها من بالك، لأنه عم بتحمل حالك من قبل ما تبدأ مسؤولية كتير كبيرة وشي فوق طاقتك وحيخليك تستثقل من عادة القراءة. فمش لازم يا أما نكون هيك يا أما ولا إشي، لا، خلينا أحسن من صفر. قلت لكم بالفيديو الماضي أي شيء بالحياة أحسن من زيرو، أحسن من صفر. فأكون أقرأ الأشياء اللي بتهمني والأشياء اللي أنا بحبها والأشياء اللي قد ما كان مش هتذكر إشي بالكتاب إلا أتذكر شيء أهون من ولا إشي. فأول شيء هاي العقلية لازم نصلحها عشان نبدأ نعرف نقرأ، عشان هيك الهيبة اللي عند القراءة والخوف هذا اللي قبل ما نبدأ نقرأ يروح. أهم نصيحة بدي أحكي لكم إياها هي أنه مش مهم تقرأ الكتب اللي كل الناس بتقرأها. أنا بشوف هاي شغلة منتشرة بالسوشيال ميديا وكانت عندي أنا كتير من قبل، بس بعدين أرصت كتير بكتب أنه أقرأها أبدا ما تعجبني فصرت أدير بالي. كلنا بنفكر انه احنا لازم نقرا الكتب اللي كل الناس بيقراوها، الكتب المشهوره اللي كل الناس هلا عم تقراها، اللي فجاه صارت هبه يعني، بنحس انه احنا لازم نقراها، مع انه احنا لا عندنا اي فضول تجاهها، لا عندنا اي اهتمام تجاهها، مش فعليا من جواتي انا بدي اقراها، الدافع تبعي مش داخلي إلها، فبحس اني انا مستثقله اصلا اقرا هذا الكتاب، بس انا لازم اكون من الناس اللي قرات هذا الكتاب، كل الناس قرأوه لازم اكون، وكل الناس بحبوه فلازم يكون في شيء حلو. على فكره بدي احكي لكم شغله، معظم الكتب اللي زي هيك اللي الناس كلها بتحبها عمري ما حبيتها، معظم الكتب، لانه انا فعليا ما عندي رغبه اني اقرا هذا الكتاب، فبحس انه الموضوع ثقيل علي لما اجي اقراه. وبعدين لما تيجي تقرأ الكتب اللي كل الناس تقرأها بس انت مش مهتم فيها رح تحس انه عادة القراءة صارت تقيلة عليك، ولما تصير عادة القراءة تقيلة عليك حتدخل بشيء اسمه reading slump وانت لسه يدوب بتقولي هادي، فحتدخل بريدنج slump لانك انت مش مستمتع بالإشي اللي حتقرأه فحتكره القراءة. ولكن اقرأ الكتب اللي انت بتهمك، الكتب اللي انت عندك فضول تجاهها، او الكتب اللي انت بتستمتع بقراءتها. وما في إشي اسمه لازم بالقراءة، لازم تقرأ عدد كتب روائية وعدد كتب غير روائية أو هدول الكتب أو هدول الكتب أو بالعلوم أو بالتاريخ أو بالسياسة، لا، اقرأ الإشي اللي أنت بدك تقرأه، وحتلاقي إنك أنت بحياتك بتجيك مراحل عندك اهتمام بموضوع معين. مثلا أنا قبل سنتين أو ثلاثة جاني اهتمام كتير ولهلا موجود بس وقتها كان كتير يعني بموضوع العنصرية العرقية، فصرت أقرأ كل شيء عن العنصرية العرقية، أي حتى سير ذاتية أقرأها لها علاقة بالعنصرية العرقية. عادي، أعطي حالك هاي المساحة. بالعالم المثالي وباللالا لاند لازم تنوع بالقراءة أكثر، بس ما هي هاي الأشياء بتيجي مراحل، خلص هاي المرحلة أنا عندي فضول تجاه هذا الموضوع، أنا مهتمة، أنا حابة أعرف، خليني أستغلها، أقرأ كل شيء بلاقيه بهذا الموضوع طالما أنا عندي فضول عشانه، أحسن من ما أغصب حالي أنوع بالأخير ألاقي حالي عم بقرأ بدل ما الكتاب ياخذني أسبوع يصير ياخذني 3 أشهر، لأني أنا عم بقرأ غصب عني مش مهتمة بالموضوع، فأعطي حالك هاي المساحة. هلأ هاي المرحلة تبعت العنصرية العرقية عندي خفت شوي، بضل عندي طبعاً الاهتمام، ولكن هلأ صار عندي اهتمام إني أقرأ روايات واقعية أكثر، قصص واقعية، قصص مستلهمة من قصص حقيقية، صار أحب هذا الإشي أكثر، وأنا بالزمانات أبداً ما كنت أقرأ روايات، إجتني فترة قبل بالزمانات كنت أحب أقرأ كتير كتب علم النفس والتنمية البشرية وهاي القصص، هلأ ما عندي هذا الاهتمام أو خف كتير، صار في جزئية معينة ما بحب أقرأ فيها وجزئية معينة ممكن أقرأ فيها، ولكن هلأ عندي أني بحب أقرأ روايات وقصص بالحياة، فصرت أحس أنه
اوكي منيح اني انا لما كان عندي حب الكتب العنصريه العرقيه استغليت هذا الموضوع لانه هلا خف شوي، فعادي مش لازم دائما قراءاتك تكون منوعه، ولكن مهم انها تكون القراءات اللي انت بتهمك، الكتاب انت عن جد مسكته لانك انت عن جد حابب تعرف بهذا الموضوع وانت عندك فضول تجاهه، او انت عارف انك حتنبسط بهذا الكتاب. هي القراءه للمتعه على فكره يا جماعه، انا بفضل امسك كتاب واقراه على اني احضر فيلم. كثير ناس يمكن ما يحسوا بهذا الاحساس، بس عن جد لاني انا مستمتع لما اقرا كتاب وقصه حدا، فبحس اني انا حابه اعرف ايش بصير، فلاني انا اخترت الكتاب وحبيته. فانت اختار الكتب اللي انت بتحبها حتى لو الناس كلها مش عم تقراها، حتلاقي حالك عم تصير تقرا اكثر ومستمتع اكثر وحابب تجربه القراءه كثير اكثر. ثالث نقطه، عادي انك ما تخلص الكتاب اذا ما عجبك، عادي على فكره ما حدا حيضربك. هلا بشكل عام اذا انت من النوع اللي كل ما تفتح كتاب ما بتقدر تخلصه او بتمل منه وبتتركه، هذا إشي يعني لازم تشوف شو منبعه. هل أنا عم بختار الكتب الغلط؟ هل أنا عم بختار كتب لأنه الناس اختارتها بس أنا فعليا مش مهتم فيها عشان هيك ما عم أكملها؟ هل هذا الكتاب ممل؟ طب ما هو ممكن هذا الكتاب ممل بس الكتاب برضو كل الكتب الثانية مملة، فلازم تشوف وين الخلل. هل أنا عندي مشكلة بالديسيبلين ما عم بقدر أخلي حالي أخلص كتاب؟ يمكن لازم أشتغل على هذا الموضوع، أطور روحي شوي إذا أنا فعليا مختار كتاب أنا مهتم فيه. ولكن بشكل عام إذا أنت معظم الأوقات بتخلص الكتب اللي أنت بتخلصها، إذا لقيت كتاب ما عجبك وما عادي. أنا زمان كنت من النوع اللي لازم أخلص كل كتاب بقرأه، ولكن هذا الإشي اكتشفت بعد فترة أنه أنا عم بضيع وقتي على كتب أنا مش عاجبتني. في كتاب مثلا أبدا ما حبيته Letting Go أو السماح بالرحيل، ما قدرت أكمله، ما قدرت، لأني أنا لما أصير قارئة حوالي 100 صفحة بالكتاب وما لقيت ولا نص ربع قيمة انضافت لي من هذا الكتاب، وبتختلف القيمة، هل هي فائدة، هل هي معلومة، هل هي mindset change، هل هي متعة، هل هي، لما ما ألاقي ولا إشي ولا حتى ضحكني الكاتب بترك الكتاب، لأنه حرام أضيع وقتي أكثر على هيك كتاب. في كتير كتب تانية بالحياة بدي أقرأها، ولكن معظم الأوقات الكتب بنهيها، فلما يجي كتاب بشكل عام ما عجبني عادي أني أنا ما أخلصه، ما حدا حيضربني، مش كتاب للمدرسة هذا. عادة القراءة مش أنا لازم أخلص كل كتاب عندي إياه، بس لازم أخلص معظم الكتب إذا أنا فعليا من البداية زي ما حكينا بالنقطة اللي قبل هاي عم بعرف أختار الكتب صح. رابع نقطة وإلها علاقة بالنقطة هاي اللي قبل، مش كل كتاب بتقرأه لازم تخلصه من الجلدة للجلدة. في كتب مرات مثلا كتب الروائية إجباري لازم تخلصها لأنه قصة كاملة وبدك تعرف نهايتها، ولكن كتب الغير الروائية مرات في أجزاء، مثلا في كتب بتحكي عن مواضيع، مثلا كتاب العادات، شو اسمه، قوة العادات، في جزء من الكتاب بيحكي عن العلم وراء العادات، أوكي هذا الإشي مهم، في جزء بيحكي عن العادات للأفراد، طب هذا الإشي مهم، في جزء بيحكي عن العادات للشركات، أنا ما قرأت هذا الجزء وبعتبر حالي خلصت الكتاب لأنه هذا الجزء أنا كرند إنسانة ما عندي شركة ما بيهمني، أنا ما بيهمني. في كتب مثلا مرات كمان كتب غير روائية بتحكي عن، في جزء منها بيحكي عن التربية، تربية الأطفال والأمومة والأبوة، طب أنا مش أم، ما عندي أطفال، هذا الإشي ما بيهمني هلأ، ولو قرأته حنسى، فلا بقرأه لما يصير إله داعي بحياتي، ولكن هلأ ما إله داعي بحياتي. فمش ضروري أني أنا كل ما أمسك كتاب أخلصه من الجلدة للجلدة، ممكن كتير يكون في أجزاء معينة بهذا الكتاب فعليا بتهمني وحتفيدني، وفي أجزاء لا مش إلي، ما انكتبت لإلي، فعادي أني أنا أتركها. لا يعني زي ما قلت لكم مش كتاب مدرسة لازم نخلصه من الأول للآخر، فحسب نوعية الكتب، في كتب لازم تتخلص من الأول للآخر، في كتب كل مجالاتها بتهمك أو كل الأجزاء اللي بتحكي عنها بتهمك، ولكن في كتب لا مش كل الأجزاء بتحكي عنها بتهمني وبتمسني ومكتوبة لإلي. هلأ أنت مرات ممكن تحس أنك أنت أوكي خلص شو وراي، بقرأ الجزء مثلا عن الشركات ليش شو صاير لي، ولكن أنا اكتشفت أنه هذا الإشي مع الوقت حيدخلك بريدنج سلمب لأنك أنت حتمل، فحتحس أنه ما استفدت، ما أخذت إشي أنا إلي هلأ أو إشي بقدر أطبقه هلأ. فعادي سامح نفسك إذا أنت مش حابب تقرأ هذه الشغلة، عادي مش لازم تخلص كل كتاب من الجلدة للجلدة. آخر نقطة، مش لازم تتذكر كل إشي قرأته، ومش طبيعي أصلاً أنك أنت تتذكر كل إشي قرأته. مين البني آدم اللي بتذكر كل إشي قرأه؟ وينه؟ مش يعني مش طبيعي، غريب يعني. ف يعني في ناس كتير ما بتبدأ تقرأ لأنها خايفة أنها تكون ما تتذكر، أو ما هو هيك أنا حنسى، وطبيعي أنك أنت تنسى. ولكن إذا في كتب مثلا الروايات أنا بحسها كتب خلص متعة بوقتها، أنا استمتعت فيها وأنا بقرأها، I had a good time، عرفت القصة، ألهمتني، أسعدتني، ضحكتني، بكتني، وصلت الرسالة منها، خلص خلصنا. ولكن في كتب مثلا كتب الغير روائية بتقدر تحط هايلايتس، بتقدر تاخذ ملاحظات، بتقدر تكتب الملاحظات على أبليكيشن معينة أو على دفتر معين أنت بتحتفظ فيه، ولكن إنه كل شيء يكون حاضر بمخك وتتذكره، يعني هذا الإشي
يعني مش منطقي. ولكن لما انت تقرا بصير عندك فكره انه اه هاي المعلومه انا قراتها مكان، بتذكر قراتها بهذا الكتاب، حرجع ادور عليها، او كتبتها انا اخذتها ملاحظه من هذا الكتاب، حرجع ادور عليها هلا احتجتها ببحث انا عم بكتبه او بفيديو انا عم بعمله او بنقاش مع صديق لي، فانا حلاقيها. ولكن انه كل المعلومات تكون حاضره بمخي هيك، ما حدش فينا سوبرمان ولا حدا فينا سوبر وومن، يعني مش طبيعي، مش طبيعي. فيا جماعه القراءه فور فن، يعني انت بتقرا اشي لانك انت مهتم بالموضوع، انت بتقرا اشي لانك انت بدك تفصل عن الدنيا. انا الوقت الوحيد اللي بفصل فيه عن الدنيا خلص فصل لما اقرا كتاب، لانه بالذات اذا كتاب روائي، لانه حتى لما احضر فيلم، حتى لما احضر مسلسل بحس حالي الا برجع بمسك الاخونا هذا وبلتهي شوي فيه. ولكن الكتاب لانه طبيعته هيك، سواء هيك او على الكندل، انا اكثر شيء عم بقرا على الكندل هاي الفتره، بحس انه اوكي انا خلص سرحت، يعني انا اخذني الكتاب معاه، فصلت عن الدنيا. وهذا شيء كثير حلو بالعالم اللي احنا فيه، اللي فيه مدخلات كثير وفيه معلومات كثيره، لما تترك كل شيء وتمسك كتاب، هاي متعه جدا كثير حلوه. فما تعملوها زي كانها شيء جدي وشيء هيك، ما حتحبوه، ما حتدخلوا عليها بهيك بحب. فلا، عملوها زي ما هي اصلا لازم تكون للمتعه، وما تحس انه في سباق. احنا مش داخلين بسباق ولا ماراثون لازم اخلص 100 كتاب. انا السنه الماضيه خلصت 36 كتاب عادي طبيعي، الحمد لله كثير مبسوطه فيهم، لانه كتب انا حبيتها معظمها، وكتب انا اخترت اني انا اقراها ومن زمان بدي اقراها. احنا عندنا المشكله بمجتمعنا انه الناس يا اما ما بتقرا بالمره، يا اما اللي بيقراوا مئات الكتب او يعني هيك 70 كتاب وفوق، عادي انك انت تكون بالوسط. اتمنى لكم عام قرائي سعيد، وان شاء الله رح اعمل لكم فيديو عن الكتب اللي كثير حبيتها بسنه 2021، واحكوا لي شو اكثر وحده من هاي النقاط علمت معاكم، واذا في اي كتب حابين تقراوها هيك حاطينها انه لازم هذا الكتاب اقراه ب 2022، انا كثير مهتم فيه وحابب اقراه، احكوا لي بالتعليقات وخلينا نتشارك ونحكي مع بعضنا. واذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان اعرف، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، واشوفكم مره جايه. باي.